النص من شعبان نفسها. البعض بيقول يا جماعة الأحاديث اللي وردت عن القيام والكلام ده لا، يعني هو المفروض ان احنا بنعمله نصوم مثلا ليلة النص من شعبان باعتبار 14 و15 13 تمام. 14 15 تمام. وخلاص على كده ممكن نتضرع لله بركعتين قيام ليل، لكن ما تقعدوش تعملوا بقى حلقات ذكر والكلام ده كله، لأن كل ده من البدع. هو احنا زي ما قلنا بالظبط، احنا لازم نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما كل ما هو جميل، بس اين الاستعداد واين النفوس؟ انت امامك في كل ليلة لا تخصيص لليلة النصف من شعبان بطاعة بعينها، فهذا لم يرد فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا ان الحديث وهو حديث موضوع وضعفه ابن عثيمين وهو صوم نهارها وقوم ليلها، لكن هو الحديث الذي قال فيه الله سبحانه وتعالى ان الله يغفر لكل خلقه إلا مشرك أو مشاحن، يبقى أنا نصلح نفسي ونصلح قلبي ونصلح علاقتي بالناس وبجيراني وبأصدقائي ونعفو عن الناس عشان ربنا يعفو عني، ونشوف أنا شركي بالله وضعه إيه؟ هل بنستعين بغير الله؟ هل بنساعد حد؟ الناس النهارده اللي بتساعد الظالم هتروح فين من ربنا في ليلة العفو؟ كيف يعفو الله عنك؟ وأنت رحت كل واحد قاتل الآلاف من المسلمين وظلم البيوت ويتم الأطفال ورمل النساء وطرد المشايخ والشيوخ من علماء البلد هذه البلد الكريمة، ماذا تقول لربك وأين حالك مع الله سبحانه وتعالى وأين قبلتك مع الله سبحانه وتعالى؟ ثم كما قلت حضرتك بالصيام، إن إحنا نصوم صيام هذه الأيام الكريمة هي من أيام البيض وصيامها من الصيام المستحبة في شهر شعبان، إذن صيامها ولا مانع بقيام الليل فيها وفي غيرها طاعة لله سبحانه وتعالى والعفو عن الناس في هذه الليلة المباركة. طيب تمام.